تعادلها متعة، وعملنا آت ثماره، وكلل باختيار منطقة اليرموك من قبل المنظمة الصحية كأول مدينة نموذجية صحية على مستوى الكويت. والآن دعونا نعطر مسامعنا بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب سالم فهد الكندري من مدرسة عبد اللطيف النصف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم حضورنا الكريم. إنه من دواعي سروري أن نكون معا في هذا اليوم الرائع الذي نحتفل به في منطقة اليرموك كمدينة نموذجية من حيث نظافة البيئة وجمالها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. وقد حثنا ديننا الحنيف منذ الأزل على اتخاذ التعاون سلما للارتقاء بالعمل والوصول لأعلى قمم النجاح. اجتهدتم وذرفتم من قطرات التفكير والجهد الكثير، كافحتم وشغفتم طريق الصخور ليعلو اسم منطقة اليرموك كمدينة صحية نموذجية خفاقا عاليا في سماء السؤدد والتميز. لم يكن العمل الجاد أغنية ولا نشيدا، بل كان فكرة آمنتم بها ورسمتها سواعدكم بإذن الله واقعا ملموسا أسعد القلوب ورسم الابتسامة على الثغور. ونحن اليوم إذ نقف أمام هذا الإنجاز وبأيدينا أكاليل من الشكر وعظيم الامتنان لكل من آمن بفكرة أن تكون اليرموك مدينة ذات بيئة نظيفة وصحية، لكل من خط حرفاً في ولادة هذا الإنجاز، لكل من دأب جاهداً ليبصر النور. لكم نهدي الشكر الجزيل، ونخص بالذكر السيد رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك الذي لم يبخل بتوفير المستلزمات التي ساهمت في إنجاح هذه الفعالية. كما نتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسيد عبد العزيز المشاري للمجهود الرائع الذي يبذله. والشكر موصول للدكتورة هدى دويسان وطاقم مركز عبد الله العبد الهادي الذي جسد لنا أروع صور روح الفريق الواحد. كما نتوجه بالشكر الخاص لمديري ومديرات مدارس منطقة اليرموك قائلين لهم:
كنتم خير قدوة لأبنائكم الطلبة والطالبات، علمتموهم كيف يكون العطاء جميلاً حين يكون للوطن، وعلمتمونا أن دور المربي لا يكمن داخل أسوار المدرسة بل يتعدى أسوارها كصورة من صور العطاء المجتمعي. يتشاطر الجهود مع المربين بهمة عملاقة وأفكار خلاقة وخطوات واثقة. أعضاء لجنة البيئة، فشكراً لكل من أراد أن تكون منطقة اليرموك منطقة خضراء ونظيفة، والشكر موصول أيضاً لإدارة شؤون البيئة قسم توعية البيئة، والشكر الجزيل لإدارة الصحة المهنية ومكتب المدن الصحية. لكم جميعاً منا كل المحبة والتقدير على جهودكم البناءة. وفي الختام أقدم أعظم التقدير والاحترام لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل بجعل منطقة اليرموك منطقة نموذجية ذات بيئة نظيفة وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة السيد عبد العزيز المشاري مختار منطقة اليرموك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا في منطقة اليرموك، منطقة الجمال والنظافة. بداية أود أن أهنئ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية اليرموك على ثقة أهالي المنطقة بانتخابهم كأعضاء في مجلس الإدارة، وأقول لهم الآن أنا متفائل في أن ترتفعون من منطقة اليرموك وتحققون بعض الإنجازات وبعض الخدمات التي تقدم لأهل المنطقة. وأنا متيقن من التسعة اليوم إنهم فعلا قد المسؤولية. أمس عشت ساعتين ونص مع أبنائي ومع إخواني المدرسين ومدرسات في ممشى اليرموك وفي حديقة اليرموك، وشفت فعلا أبنائي كي يعني عن طريق العمل أو يعني الأشياء اللي هم قرسوها فعلا مدرسيهم، شفناهم في الممشى كيف أنهم طبقوا التطبيق العملي، كيف أنه أفرزوا لنا الأوراق، وكيف أيضا بالنسبة للمعادن بالنسبة حق البلاد في عملية هذا. فكان فعلا يوم عملي وفعلا حققنا الهدف اللي حنا نرجو منه. وهذا لا شك إن لولا وراهم مدراء وإدارة مدرسية أنا يمكن ما أشوف مثل أولاد طلبة، إنما وراهم ناس حققوا هذه الإنجازات. إذا كان، وهذا أنا يعني أقولها لإدارة المدرسة الجمعية، عندنا 6 مدارس اشتركوا أمس، دامة اليرموك، عبد اللطيف النصف، ليل القرشية، بحر الابتدائية، بدر السيد الرفاعي، روضة اليرموك. إذا كان مدرسة عبد اللطيف النصف حققت 5 مراكز على مستوى منطقة العاصمة، وحققت وأيضا بحرة أمس أنا يعني خبر ولا من بحرة قالوا لي إن فازوا في على مستوى المنطقة التعليمية في الفن الشعبي. وأيضا باكر يمكن يوم الخميس في ليلة قرشية الشركة السويسرية ستقدم لهم حق ليلة قرشية عن الجودة، عن جودة التعليم، تقدم شهادة الآيز.
يعني عندنا احنا طاقات وعندنا مدراء قاعد يشتغلون فعلا، كل مدارسنا قاعد تشتغل، فلهم كل الشكر والتقدير. واحنا يعني شفناهم امس واليوم قاعد نشوفهم، فانا اقول حق رئيس مجلس الاداره الان هذول لازم نكرمهم، الست مدارس لازم نكرمهم على هذا الانجاز. لا شك يعني الانجازات اللي تحققت لازم، لان احنا كلنا فريق واحد، كلنا بروح الفريق الواحد يشتغل وحقق هذا الانجاز، حقق ان اختيرت اليرموك كمدينه صحيه. ولولا فضل الدكتور احمد الشطي والدكتوره امال يحيى موجودين عندنا، انا اقول يعني كان لم تتحقق هذه. ومن وراهم الدكتوره هدى ادويسان، فهذولا صراحة اشتغلوا وبدت بعض المناطق، يعني بدأوا فيها منطقتنا لأن منطقتنا شافوها هي المنطقة المهيئة، فبدأوا الآن في المناطق، وهذا إنجاز كبير بفضل هؤلاء يعني الدكتور الشطي والدكتور أمالي قاعدة يفترون على المحافظين وعلى المختارين، فلهم كل الشكر والتقدير. فحنا الان يعني هذا هو العمل الجماعي، هذا اللي احنا اللي نبيه. اليابان لما انضربت في الحرب العالميه الثانيه، من اللي قام بها وانقذها؟ هو منظمات المجتمع المدني، هم اللي وقفوه على ريلها. لولا احنا نبي، احنا الان نبي في مناطقنا الان قاعده تنهض بفضل رجال. وانا اثني ايضا على الاخت نرجس والفريق مالها اللي قاعدين ايجابيه كويتيه قاعد يحققون انجازات كثيره، فلهم كل الشكر والتقدير. فحنا ولله الحمد الان نبي هذه الروح، نبي مناطقنا، ما نبي نعيش حنا في الامور اللي قاعد تاخذ وقت كثير عن الفساد وعن الاختصاصات. حنا خلينا ننطلق، والله لو كان كل واحد انطلق من منطقته او انطلق من مؤسسته او من الشركه او من وزارته، والله حتعاد الكويت مثل ما كنا اول. فخلينا يعني حنا اللي ذبحتنا السياسه وذبحتنا، فهذه ما اصلا الفساد والبوغات والسرقات هذه موجوده في جميع دول العالم، في اعرق الدول الديمقراطيه موجوده. فاحنا يا جماعه خلينا ننهض بمناطقنا، خلينا نهتمها، خلينا نخليها يعني خلونا دائما احنا في فرح، في انس، يعني بدال عوار الراس. فلكم يعني انا صراحه اقول يعني حنا اللي حققناه هذا بفضل، مو بفضلي ولا بفضل الدكتورة هدى، لا بفضل كل قطاعات الموجودة في منطقة اليرموك، من الجمعية، من المخفر، من المرض، كلهم اجتمعوا مع بعض وحققوا هذا الإنجاز. فأنا في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من وقف معانا في هذه الحملة، حملة منطقتنا نظيفة وجميلة، من المدارس، من الجمعية، من جميع القطاعات الموجودة، فلهم كل الشكر والتقدير. وأيضا لا ننسى دور الأخ عبد الله القبندي، هو اللي عرض علي مشروع فرز النفايات وقال لازم احنا نطبقها في منطقة اليرموك، وفعلا الآن هذه الشركة حتكون هي الشركة اللي اتفقت معاها. وإن شاء الله أتأمل إن شاء الله خلال السنة هذه إن نقدر في كل بيت إن نعمل يفرزون النفايات، وإذا حققنا هذا أكبر إنجاز كبير. إذا حققنا هذا وإحنا بدأنا الآن، المستوصف بدأ، المخفر إحنا وزعنا عليهم، المدارس وزعنا عليهم، فنبي هذه يعني الشيء يتعمم على كل المنطقة ويتعمم على الكويت كلها، لأن هذا هو المطلب،
العالم كله قاعدة تعمل. ما احنا عندنا حديقة اليرموك كلها من فرز النفايات، وهذه احنا سوينا، والآن هي أصبحت حديقة اليرموك هي المزار. الكل في جامعة الكويت لما صار مؤتمر عن فرز النفايات وتدويرها يو هني وتعجبوا من هذه، قال انتم بدأتوا يعني بداية صحيحة. فلله الحمد، هذا بفضل كل الجميع. كما نشكر أيضا لا ننسى دور إدارة، عندنا إدارة الشؤون البيئة عندنا في منطقة اليرموك، واللي كان لهم إسهامات كبيرة يزورون المدارس وقاعدين عندهم حملة عن فرز النفايات أيضا، فلهم كل الشكر والتقدير. كما أشكر أيضا وسائل الإعلام اللي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في تغطية هذه الحملة، فلهم كل الشكر والتقدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة السيد فيصل الأنصاري رئيس جمعية اليرموك التعاونية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أرحب بكم في الحفل الختام لحملة منطقتنا نظيفة وصديقة البيئة، وأبارك لكم نجاح هذه الحملة، وما كان لها ذلك إلا بتضافر جهود القائمين عليها بهذه المناسبة. ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على الحملة من جهات حكومية وتطوعية وأفراد. وأود أن أؤكد لسيادتكم على دور جمعية اليرموك التعاونية الداعم لمثل هذه المبادرات التطوعية التي من شأنها الارتقاء بمنطقتنا اليرموك ونظافتها، وجعلها مثال يحتذى من قبل المناطق الأخرى كمنطقة نموذجية، وكان كذلك باختيار منطقتنا كأول منطقة صحية. فجزيل الشكر لكم من ساهم معنا بحملتنا منطقتنا نظيفة وصديقة للبيئة. وإخواني، أنا أحب أن أزف لكم، أمس إحنا بمجلس الإدارة أمس قرينا عدة مواضيع، من أهمها راح إن شاء الله تشوفون الأسبوع القادم منطقة كامل صيانتها بأمور تهمنا بإصلاحية إن شاء الله من خلال مجلس الإدارة. يعني إن شاء الله راح نتأمل الأسبوع القادم، إن شاء الله راح تشوفون لمجلس الإدارة بدأ يشتغل. إحنا الأسبوع اللي طاف كان في انتخابات وسنينا أمور لخدمة المنطقة، إن شاء الله راح تشوفونها هالأسبوع وراح تلمسونها بنفسكم. وإحنا بالعكس، إحنا أبوابنا مفتوحة كمجلس الإدارة، والدواوين قاعد نلتقي بكل أي مقترح يهمنا جميعا ويهمنا للمنطقة. فشاكر لكم ويعطيكم العافية، يعطي الجميع العافية. أما الآن يسرنا مشاركة زهرات روضة اليرموك في هذه الفعالية، ولهم منا كل الحب والتقدير على هذه المشاركة الرائعة.
مدير إدارة الصحة المهنية وضابط الاتصال الوطني ومبادرة المدن الصحية فالاتصال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ بسعود عبد العزيز المشاري مختار منطقة اليرموك، الأخ فيصل الأنصاري رئيس جمعية اليرموك التعاونية، الأخ فدد وعسان رئيسة مركز الصحي طيب عبد الهادي في اليرموك، الأخوة والأخوات مربيات الأفاضل مدراء المدارس التربية وممثلين كل القطاعات الموجودين الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا خطر في بالي عما أتكلم عندما أكون في هذا الموقف، فهناك أكثر من خاطرة. الخاطرة الأولى هي تهنئة من القلب لأهالي يرموك، لأنكم صنعتم التاريخ، وحنا اليوم محطة أخرى من إنجازات منطقة اليرموك اللي من خلالها رفعتوا سقف التنافس من أجل لا أقول منطقة ولكن من أجل الكويت. هذا واحد. القضية الثانية، دائما نفكر أن أحيانا يكون التحدي أن تبدأ، وأحيانا يكون التحدي أن تصل إلى القمة، وفي كثير من الأحيان الصعوبة تأتي في أنكم يعني تبقون في القمة، وهذه من ضمن الأشياء اللي أستطيع أن أختزلها بقول أن اليرموك قبل التحدي واستطاعت حقيقة أن ترفع سقف المنافسة. ولكن لذلك ضريبة، هذه الضريبة هي أن المناطق الأخرى تضعكم في خانة المراقبة والتقييم المستمر، تضعكم في خانة الاستمرارية، لأن أنتم حققتم شيء لم يحققه أحد غيركم، وأنتم مو فقط كانت أول نقطة برتقالية أضاءت على خريطة الكويت في شبكة المدن الصحية، ولكن كنتم الأول كذلك في القفز إلى المنطقة الزرقاء، وعن قريب إن شاء الله بفضل الجهود المبذولة ستكونون أول نقطة خضراء تضيء على هذه الخريطة. يمكن اللي قاعدين يقول شو هالنقط وشو هالألوان، هذا تحدي أنتم قبلتوه بأنفسكم لمعيار للدخول إلى المدن الصحية العالمية. اليوم قصص النجاحات التي دائما تبدأ من هنا ويتم نسخها أو استنساخها أو مقارنتها أو أقلمتها في مناطق أخرى، لا شك أن لكم أجرها، وإنصح التعبير حتى صدقتها، لأن من هنا تنطلق حقيقة الحراك الشعبي المجتمع المدني. اليوم حديث السياسي الكويتي دائما نتكلم عن قضيتين، التنمية المستدامة والاستثمار البشري. استطيع أن أقول أنه الآن عندما يصبح التنافس في الجمعية، التنافس على مستوى أهالي بين الدواوين بين المدارس بشعور واستحضار مسؤولية نحن الأفضل، لا شك أن هذا يعطي قيمة إضافية لكل أهالي اليرموك. أنا استوقفني جدا أول ما تم إعلان اليرموك منطقة صحية، كانت في تويتر هاشتاج أو وسم لا تكلمني أنا يرموكي. هذه بحد ذاتها عندما تنطلق من الشباب الظل تنزرع بالنفس، وأنا متأكد كل طفلة أو طفل تلميذ أو تلميذ أو طالب أو طالبة يشارك بأي نشاط ستحفر في ذهنه هذه التجربة، وسيظل يتكلم فيها لأسرته ولاحقا ربما لأولاده وأحفاده إن كان جزء من هذا النشاط وجزء من هذا الإنجاز. أنا أعتقد هذا الكلام بعيد عن أدبيات المدن الصحية وأرقامها وفنياتها، لكن هذه من القلب إلى القلب. يجب أن تكونوا فخورين جدا
ما تم إنجازه. هذا الحديث سلط الضوء على نجوم في منطقتكم، وأكون يعني مبالغ إذا قلت الآن أصبح بسعود عبد العزيز المشاري مختار اليرموك شخصية الله يعينه على، مو أقول فقط حب الناس والأهالي له فيرتفع مستوى توقعاتهم منه، لا، ولكن يتم استدعائه من المحافظين ويجلس بين المختارين يقولوا له شنو إصرار النجاح هذا. فباسمكم حقيقة نحييه، وإحنا كنا محظوظين حقيقة. ساعة نسولف ويا دكتورة هدى، قضية المدن الصحية ترى كانت تتحرك في منطقة انعدام الوزن، الروح والرد الروح والرد، لغاية ما الله حبانا بالأخت أمال يحيى اللي أصلا متآلفة مع هدى، فكل اللي سويناه هي نالهم بيئة مساندة جميلة وانطلقوا لوضع مدن الصحية، ولا أقول مدن الصحية الكويتية، ولا أقول يرموك لوحدها على الخريطة اليوم. يعني أنا بس أستشعر خلال الأسبوع اللي فات فاجأني حقيقة وزير الإعلام ونحن نتكلم عن المدن الصحية بمعرفة بمنهجية بأولوية بقياس التحدي، هذا كان إنجاز. أول أمس كنا في محافظة الأحمدي وكانوا يتكلمون عن محافظتي أجمل، فلاحظنا أن الناس بدأت تتكلم بتوثيق وآلية وبيعيشون جو التنافس. قبلها كنا في البارح، أنا في مبارك الكبير متحمد السلامة حق محافظها راد بالسفر، فلقيت أنه وهو مسافر يتابع أنشطة المدن الصحية. تويتر اليوم، الإنستغرام، لا شك أقصد أن هناك الكثير مما يمكن عمله. ميزة هذه الأشياء بجمالها تنطلق من الأهالي، ما عاد ننطر أو ننظر إلى البالطو الأبيض يمثل وزارة الصحة لتأخذ مسؤولية الصحة، ومسؤول البلدية يأخذ مسؤولية النظافة، ومسؤول الداخلية يأخذ مسؤولية الأمن. لا، هي مسؤولية مشتركة نشترك فيها. ويمكن مثالنا الحي دائما نقول فريق إيجابية الكويتية التطوعي، هو حقيقة عبارة عن سيدات وآنسات أفاضل من بنات هالديرة ألزموا نفسهم بعمل شيء لصالح الكويت. فكان أيضا هناك فرصة أن تكون مركبة المدن الصحية أداة من الأدوات اللي هم استخدموها بشكل موضوعي ومنطقي، فتح لهم الأبواب على مستوى محافظين، على مستوى مختارين، على مستوى مناطق، على مستوى دواوين، على مستوى تجمعات. هذا بحد ذاته عندما نعرف أن هم نموذج للتطوع، بذل الوقت والجهد وقبول التحدي والتنسيق واستخدام خبراتهم التراكمية اللي هم استفادوا فيها خلال فكرتهم العملية وخبرتهم العملية لصالح منطقة، لصالح فكرة، لصالح مبادرة، لصالح الكويت. فأيضا باسمكم نحييهم، يستحقون حق أن نصفق لهم. عندما نتكلم حقيقة عن شركاء وحلفاء في مبادرة مجتمعية، فدائما نتكلم عن التربية والإعلام بشكل خاص، وهذا شيء عالمي. لكن فلهم أيضا حقيقة بالإنجازات اللي تفضل مسعود ذكرها، إن هذه لما نتكلم عن إن أنت كل ما ارتفع مستوى العمل وجودة العمل يضعك تحت ضغط. كل المناطق تتمنى أن يكون عندها، إذا ما عندها تحاول بالمعقول ولا معقول أن تنضم إلى اليرموك، وهذا يزيد الحركة، يزيد السيارات، يزيد التمازج، هي مسؤولية. لكن على مستوى العالم أكو شيء تنفرد فيه الكويت، اللي هي جمعيات تعاونية. هذه حقيقة إذا وجد الشخص المناسب في المكان المناسب بالفهم المناسب، لا شك أنه يمثل ذخيرة، يمثل إمكانيات لا يمكن التفريط فيها. وأنا كواحد راصد مبرأ أهنيكم بجمعية اليرموك، وأهني مجلس الإدارة والأخ فيصل بالمسؤولية اللي تحملوها أول ما حصلوا على ثقة الأهالي، فلهم منا أيضا تحية. أخيرا ليس آخرا،
احنا في مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية، نفرح تماما ونسعد عندما نرى أبناء وبنات كل منطقة هم اللي يتصدون ليعبروا عن فخرهم وإنجازهم ونجاحاتهم. اليوم أنا تغمرني الفرحة عندما أرى الأخ بسعود والأخ فيصل يتكلمون باستشعار المسؤولية، بناتنا من الزهرات يمكن والفراشات وصح التعمير اللي شاركونا اليوم، هذين راح يكبرون يتذكرون كانوا جزء من هذا النشاط. شغلة ثانية ممتاز فيها الكويت اللي هي الدواوين، وكان لي شرف أني أزور دواوين اليرموك، ولاحظت اليرموك برواد دواوينها ووجهائهم بمراتبهم بإنجازاتهم برصيدهم القيمي الشخصي، هم ملتزمين بهذه الفكرة. فاليوم احنا نتكلم عن مدينة أبت إلا أن تقود وترفع الراية، أهالي أبوا إلا أن يقبلون التحدي ويصنعون التاريخ. وبالتالي لكم منا باسم معالي وزير الصحة، باسم وكيل وزارة الصحة، باسم المحافظ سواء قالها لكم أو نعيدها اللي سمعناها منا، ألف تحية وشكر، عسى الله يوفقكم. وإحنا بإمكانياتنا وقدراتنا، ودائما رأس مالنا هي عقولنا وخبراتنا واتصالاتنا على مستوى محلي وأقليمي ودولي في خدمتكم لتستمر هذه التجربة الناجحة وليشارك فيها الجميع، لا أستثني من ذلك أحدا، لا مسؤول ولكن كل الأهالي، البنت والولد، الكويتي غير الكويتي، حتى الخدامة في المنزل والمسؤول، يعني المسؤول موقع المسؤولية اللي هو السلطة أو المتطوع. أنتم في بيئة حقيقة. بس أختم على شغلة، نريد توثيق كل هذه الأنشطة. إحنا كأمة عربية إسلامية نوصف بأننا أمة الكلام، نعيش اللحظة، نتكلم نطلع من الباب ننسى تتبخر هالأشياء. فبليز بليز بليز، رجاء رجاء رجاء، ما أعرفها بالفرنسي، وثقوا مثل هذه الملتقيات، وثقوا مثل هذه الإنجازات، سووا لكم موقع، لأن مجرد ما تتوثق عندكم راح تنطلق إلى العالمية، ومن حقنا عليكم أنه نفرح بما تنجزون ونباهي في كل المنتديات الدولية ونقول هذه اليرموك مدينة كويتية، وكان لنا فضل أن نكون واحد على الألف من هذا النجاح، نرجو أن يستمر. ألف شكر والله يعطيكم العافية وأسف عليكم. يعطيك العافية دكتور. أحب أنوه أن عندنا فعالية اليوم في مركز اليرموك الصحي لحملة التبرع بالدم. أنا ذكرت هذا في اليوم الأول من الحملة بس حق الناس اللي ما يو يعني بعد أساس، وهم نذكرهم. والآن يسعدنا أن نشاهد سوياً المشهد التمثيلي والذي تقدمه لنا طالبات ثانوية اليرموك، فلهم منا كل الشكر والتقدير. والله حبيبتي
نروح الان. يعطيكم العافية. ذكرت دكتور. يعطيكم العافية مدرسة ثانوية اليرموك. وانطلاقا من المقولة التي تقول إذا بلغنا القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود، وانظر إلى السماء لتثبت أقدامك، يشرفنا أن نتقدم بأسم آيات الشكر والعرفان بالجميل والفضل لكل من ساندنا ولم يألو جهدا في تقديم ما بوسعه من أجل تحقيق ما وصلنا إليه. والآن فليتفضل السيد عبد العزيز المشاري لتكريم الحضور. أنا أعتذر جداً. السيد فيصل الأنصاري رئيس جمعية اليرموك التعاونية، له منا جزيل الشكر والاهتمام.
دكتورة منى دويسار رئيس مركز العمل الهادي الصحي. الدكتور أحمد الشطي مدير إدارة الصحة المهنية وضابط الاتصال الوطني. دكتورة آمال اليحيى رئيس مكتب المدن الصحية. فريق إيجابية كويتية التطوعي. مديرة ثانوية اليرموك السيدة وفاء مكي جمعة. مدير مدرسة عبد اللطيف النصر السيد محمود القلاط. مديرة مدرسة ليلى القرشية المتوسطة بنات السيدة أمال الرشيد. مديرة مدرسة مديرة مدرسة بحر الابتدائية بنات السيدة وفاء الدريري. مديرة مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي ليلى الرجعان. مو موجودة؟ مديرة روضة اليرموك السيدة إقبال المنير. دكتورة هدى حياتي تعالي تعالي تعالي. اوكي. المخرج خالد المغلط. إدارة شؤون البيئة بلدية الكويت. مديرة ثانوية اليرموك بنات السيدة وفاء مكي جمعة.
شركة مراس الخليج. السيد يوسف الجسمي. السيدة فتوح أحمد الوزان. السيد سالم عبد الله العدواني. مو موجود. السيد يعقوب الحسيني. موجود. السيد فؤاد جمعة. اللي كرمناهم الخمسة هذولا صراحة يعني إذا مو يومي لا شبه يومي يتصلون فيني ويقولوا لي يا أبو سعود ترى الشارع فلاني هذه اليوم البلدية ما شاء الله تكرمون زبالة، هذا مثلا اللوحة طايحة، هذه مثلا والله عند الجمعية ما في زبالة صالها يومين ما انشالت، يعني هذول دائما اللي كرمناهم هذول دائما يتصلوا فيني ويقولوا لي هذه، فجزاهم الله خير ومشكورين على هذا الجهد الطيب. شكرا. وعندنا الاخ محمد الفرج سكرتارية مختار اليرموك يحب يكرم مختار اليرموك السيد عبد العزيز المشاري والسيد السيد فيصل الانصاري رئيس جمعية اليوم. أحب أنوه مرة ثانية أن في حملة لتبرع الدم في مركز اليرموك الصحي من الساعة 9 لساعة 1 مساء. خلاص؟ إيه خلاص، يعطيك العافية. والآن يسرنا أن نعرض لكم هذا الفيلم الوثائقي الذي يستعرض فيه ما قمنا به من فعاليات خلال هذه الحملة. أصبحت منطقة اليرموك منطقة نموذجية في جمال البيئة ونظافتها،
حيث تم اختيار منطقة اليرموك من قبل منظمة الصحة العالمية كأول مدينة صحية نموذجية على مستوى الكويت، وهذا يدفعنا إلى المزيد من بذل الجهد للحفاظ على هذا التميز، أيضا إلى تطبيق النفاية التقنيات العلمية والبيئية الحديثة من حيث تنفيذ هذه عدة مشاريع بيئية وبرامج توعوية تهدف من خلالها البلدية على حماية المنظومة البيئية والحفاظ على الصحة العامة للأفراد. فأنا أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الحملة حملة توعوية تصل إلى مسمع كل واحد من أهل المنطقة على أننا حنا لازم نجعل من هذه المنطقة منطقة نظيفة وجميلة، وحنا رفعنا شعار لتكون اليرموك جميلة ونظيف. هذه من زمان، من 7-8 سنوات حنا حاملينها، ولازلنا نصمم على أن نجعل من هذه المنطقة منطقة، بس لازم يكون هناك في تعاون. إذا ما في تعاون مجتمعي معانا لا يمكن. وأنا ولله الحمد عندنا في منطقة اليرموك قاعدين فعلا حنا إيد واحدة قاعدين نحقق أشياء كثيرة بتعاون الجميع. ويعتبر هذا الموضوع تدوير النفايات من المؤشرات المطلوبة لوضع اليرموك على خريطة المدن الصحية على مستوى العالم، لذا يجب أن نلتف جميعا للنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من إعادة النفايات أو تدويرها. إنجاح هذه المشاريع وإنجاز الأهداف المنشودة منها، لذلك إحنا نناشد المواطنين في أن يتفاعلون معنا ويهتمون في عملية التوعية البيئية، ولا يقتصر هذا البرنامج على المدارس أو على الطلاب، لكن يشمل كل شرائح المجتمع لنضمن في أن هذه المشاريع اللي الدولة ترصد لها ميزانيات كبيرة بأن يكون هناك مشاركة المواطنين على لضمان إنجاح هذه المشاريع، لنوصل إلى الهدف المنشود بأن تكون البيئة المحيطة بنا أو التي نعيش بها بيئة صحية خالية من أي مشاكل بيئية، والتي تساهم في أن تكون الحياة الصحية مستوى عالي للمواطنين.